بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي النهارده ان انا ارحب بحضراتكم جميعا معنا، وطبعا الهدف هذا الاجتماع الهام ان انا يعني طبعا يسعدني ان احنا نعلن اليوم نجحنا في الوصول لاتفاق بين مصر ممثله طبعا في الحكومه والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي بشان السياسات الاقتصاديه اللازمه لاستكمال مرحلتي المراجعه الاولى والثانيه في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، أو في إطار البرنامج اللي كانت مصر اوريدي موقعاه مع الصندوق. الحمد لله النهاردة إحنا وقعنا الاتفاق اللي ما بين مصر والصندوق. والحقيقة يمكن أنا عايز أكد إن الاتفاق بيأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري اللي أعدتها الحكومة المصرية. هذا البرنامج هو برنامج مصري، الدولة المصرية والحكومة والبنك المركزي معنيين بوضع مستهدفاته وتنفيذه، ويمكن كان هناك التوافق مع هذه المستهدفات مع صندوق النقد الدولي اللي بنقدم ليهم، ويمكن ممثل في السيدة إيفانا وكل الفريق كل الشكر والتقدير على جهدهم معنا في خلال الفترة الماضية، بحيث ان احنا الحمد لله النهاردة نجحنا في التوافق والاتفاق على التوقيع الحمد لله.